أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أول نتائج جزئية للانتخابات البرلمانية في البلاد التي تعكس فوزاً للمتشددين. وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن المرشحين المدعومين من حرس الثوري الإيراني يتصدرون النتائج. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إن نسبة المشاركة تبلغ نحو 50%. ويأتي ترجيح فوز المتشددين في الانتخابات بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور الشخصيات المعتدلة ومحافظين بارزين. بعد فتح أقفال الصناديق ورص أوراق الناخبين، تستمر عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الإيرانية. النتائج الأولية تشير إلى تقدم تيار المحافظين وحصوله على أغلبية كبيرة داخل البرلمان في دورته 11. ويأتي ترجيح فوز المتشددين المقربين من الحرس الثوري بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور عدداً من الشخصيات المعتدلة. وتشير هذه النتائج إلى تراجع كبير للتيار المسمى بالإصلاحي الذي تواجه الأحزاب الكبيرة المؤيدة له الحذرة أو الحل منذ 2009. انتخابات تختلف عن سابقاتها، خاصة في ظل السياق المتوتر الذي تعيشه البلاد. وتوقعت السلطات أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نحو 50% مقارنة ب 62% في الانتخابات البرلمانية في 2016، بينما بلغت 66% في انتخابات 2012. وسيتولى الفائزون البالغ عددهم 290 أعمالهم في سياق توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، وفي ظل ركود اقتصادي تسبب في أزمة خانقة. ووفق العارفين بالشأن الإيراني، لن يكون لهذه الانتخابات تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسية التي يحددها المرشد علي خامنئي، بيد أنها قد تعزز فرص المتشددين في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر تنظيمها العام المقبل. معنا من لندن رئيس منظمة رجال الأعمال الإيرانيين البريطانيين باباك إماميان. سيد إماميان، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. كما تشير النتائج الجزئية هو سطوة المتشددين على البرلمان الإيراني، هل انتهى عصر الإصلاحيين برأيك؟ النظام الإيراني يحرص على أن يبقى المحافظون فقط هم من يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات، ولذلك هناك نسبة مشاركة متدنية لأن هناك أحجام كبيرة من قبل العديد من الأشخاص، من 25 إلى 50% أحجموا عن التصويت. وسبب ذلك يعود إلى أن كل الشباب يعيشون الفقر والبطالة والعديد من الظواهر السيئة، والجمهورية الإسلامية لا تأبه بالأشخاص العاديين في إيران، هي تأبه بتطوير الصواريخ وكذلك دعم ميليشياتها في اليمن ولبنان وسوريا وأفغانستان وفنزويلا إلى آخره. نسبة المشاركة الضعيفة التي أشرت إليها سيد إماميان، كيف ستؤثر على الحياة السياسية في المستقبل؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها أيديولوجية قائمة على نشر المذهب الشيعي لتكوين إمبراطورية وتصدير الثورة حول العالم، وهي تحتاج إلى نوع من الشرعية في إيران حتى تفعل ذلك. وما تقوم به الجمهورية هي أنها تناور الإيرانيين وتجعلهم يصدقون الفخ الذي تنشره بأنه هناك إصلاحات. هذا ما يفعلونه منذ 41 سنة الآن، كل مرة ينظمون فيها الانتخابات يقولون لا تثوروا، اذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وعندما تحدث الانتخابات لا شيء يتغير، ربما يسمحون لجزء قليل من الإصلاحيين لكن بعد ذلك لا يسمحون لهم بصنع أي تغيير. لذلك الناس فقدوا الثقة في الجمهورية الإسلامية وديمقراطيتها المزعومة. برأيك ما حجم الضغوطات التي ستواجه حسن روحاني في ظل محاصرة المحافظين له؟
سبب كون الجمهورية الإسلامية تختار كل هؤلاء المحافظين والمتشددين يعود إلى أنها تريد برلمانا متشددا، وذلك لأنها تقتنع أنها ستستفيد من الميزانية التي سيعتمدها لرصدها لدعم الجماعات الإرهابية خارج إيران كما قلت في سوريا وأفغانستان والعراق وغير ذلك. لذلك هم يعتقدون أن ذلك سيفيدهم، وهم يجمعون الأموال بطبيعة الحال لمراكمتها، وسيفرضون الضرائب لسد العديد من الثغرات الاقتصادية. لكن فرض الضرائب على الشعب الإيراني لن يساعدهم، لأن إيران تحتاج إلى عملة صعبة من أجل تمويل ما تقوم به خارج إيران. لذلك هم يحتاجون إلى بيع النفط، لكن في الوقت الحالي لا يمكن أن يبيعوا النفط أو تصديره، كما لا يمكن تصدير المعادن أو الفولاذ والصلب والبتروكيماويات. لذلك هم تنقصهم العملة الأجنبية، لذلك هم في مأزق صعب. وهناك شيء آخر، هم يعتقدون أن البرلمان المتشدد سيقمع الناس بشكل سهل وسيستخدم العنف بشكل يسير بوجود أقلية قليلة من الإصلاحيين. طيب، ولكن لم تجبني عن السؤال حول يعني وضع الرئيس حسن روحاني، هل سيجد نفسه مكبل أكثر فأكثر، وبالتالي يعني لا ينفذ برنامجه الذي وعد به في الانتخابات؟ حسن روحاني في الوقت الحالي ليس له برنامج، وحتى إن كان له برنامج فليس له الأموال لتنفيذه. هم يعيشون يوما بيوم، وحتى بعض التقديرات تشير إلى أنه لديهم 4 أشهر فقط من الاحتياطيات التي قد يصمدون فيها. لذلك بعد 4 أشهر سيفلسون تماما، والبعض قالوا في السابق أنه لديهم الأموال إلى غاية الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، لكن هناك تقديرات تشير إلى أن ذلك لن يتعدى 4 أشهر. حسن روحاني هو يعيش في وضع مكسوح ومشلول، وسيكون رئيسا أضعف بعد هذا البرلمان. كيف ستنعكس هذه النتائج على السياسة الخارجية لإيران برأيك؟ الجمهورية الإسلامية تعتبر صمودها أهم من أي شيء آخر، وهي تريد أن تبقي أولوية دعم الميليشيات والجماعة الإرهابية في الصومال والعديد من الدول، وتعتبر تلك أولوية أهم من دعم الشعب الإيراني. الجمهورية الإسلامية تعتبر، وخصوصا من خلال الحرس الثوري الإيراني، أنه أسهل بالنسبة إليهم أن يقمعوا الشعب العادي في إيران والناس العاديين من أن يبقوا الميليشيات التي يدعمونها راضية. لذلك هم يفضلون دعم هذه الميليشيات في لبنان وسوريا، هذا أهم بالنسبة إليهم من مساعدة الشعب الإيراني أو المصادقة على طلبات وحاجيات الشعب الإيراني. سيد إماميان، تحدثت في البدء حول النسبة الضعيفة للمشاركة في هذه الانتخابات، بينما النظام يتحدث عن نسبة تفوق 50%. وهنا السؤال حول ما مدى نزاهة هذه العملية الانتخابية؟ هذه نقطة وجيهة، لأنه في الانتخابات السابقة في بضع ساعات قبل نهاية الانتخابات، وزارة الداخلية تقدم الإحصاءات والتقديرات، لا تقدم النتائج النهائية، لكنها عادة تتحدث عن نسبة المشاركة. في هذه الانتخابات تحديدا أخذ منهم الأمر ساعات طويلة، وفي بعض الأحيان أخروا الإعلان
كان عن نسبة المشاركة، كم عدد الذين صوتوا في هذه الانتخابات بحسب المواقع؟ والتقديرات تشير إلى 25 إلى 40%، وحتى يكسبوا مشروعية هم يبالغون في النسبة ويقولون إنها أكثر من 50%. كما تعلمون الجمهورية الإسلامية دائما يستغلون هذه الأنباء السارة ليخدموا مصلحتهم. شكرا جزيلا لك سيد باباك إماميان، رئيس منظمة رجال الأعمال الإيرانيين البريطانيين، كنت معنا من لندن، شكرا لك. في المساء ولكن بعد فاصل أخير تتابعون. السعودية تدشن عصر الغاز بتطوير حقل الجافورة باحتياطات هائلة.